أما هلا مشاهدينا بننتقل للحم محطتنا التالية، وموضوع يمكن كثير بنحكي عنه ومهم. أكيد دايما بنقول صباح الخير وصباح الطاقة الحلوة وصباح الطاقة الإيجابية، يعني لو ما نتفائل بالطاقة الإيجابية ونحن أصلا بنمتلك بعض الأحيان طاقة إيجابية أكثر من الأحيان يلي بنمتلك طاقة سلبية، ما بتتيسر أمورنا، ما بنكون عنا ضحكة. يعني الطاقة الإيجابية هي شيء كتير مهم، رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، عن موضوع النجاحات يلي بتحققها إذا كنت أنت عندك طاقة أمل إرادة، مع الأستاذ أيمن السمان، ماجستير إرشاد اجتماعي وحماية الأسرة ومدرب أيضا تغذية ورياضة. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. الله يسعد لي حياة حياتكم وكل اوقاتكم. يسعد صباحك. خلينا بالبدايه قديش فينا يمكن نحكي او نعرف شو هو التفكير الايجابي؟ يعني بنسمع بشكل يومي مثلا عن التفكير السلبي، الطاقه السلبيه، بس تلاقي في بالمحيط او نحن بنحاول نكون في حدا دائما عنده هيك طاقه ايجابيه، بيحاول يكون تفكيره ايجابي بشكل دائم رغم كل الظروف. يعني كلياتنا اليوم عم نمر بظروف صعبة معيشيا واقتصاديا، بس هيك عندنا فسحة أمل بسيطة، كيف فينا نستثمرها نوعا ما بالتفكير الإيجابي؟ نعم، هلا التفكير الإيجابي إذا فينا نعرفه نحن باختصار هو موقف عقلي يعني الإنسان بيتخذه بيؤدي لنتائج جيدة ومرضية، وعدم شعور بالإحباط إذا خططنا المستقبلية ما سارت كما هو مرسوم لها. فهل التفكير الإيجابي هو سلسلة من هالأفكار اللي بتعطينا طاقة تحفيزية بتخلينا نحقق هالأفكار هي الجيدة والمفيدة بشكل واقعي حقيقي؟ فهلأ نحن إذا فينا يعني نضرب مثال بسيط عن أهمية التفكير الإيجابي للإنسان، أنه هي باختصار ممكن تفكير إيجابي لموقف عقلي أو إيجابي لشخص واحد، لإنسان واحد، ممكن تغير مسار البشرية كلها. فأنا ما عم بالغ طبعا بهالكلام. فأبرز مثال ممكن نحكيه هو قصة توماس أديسون. فتوماس أديسون تعرض أثناء اختراعه للمصباح الكهربائي فشل أكثر من 1000 مرة هو عم يخترع المصباح الكهربائي. فأحد الصحفيين مرة سأله، قال له شو شعورك وأنت يعني فشلت 1000 مرة؟ قال له أنا ما فشلت 1000 مرة، قال له أنا خطوات اكتشاف المصباح الكهربائي أخذت معي 1000 خطوة. فشوفوا يعني هالموقف الإيجابي وهالفكر الإيجابي لتوماس أديسون، لولا كنا عايشين هلأ نحن بالظلام. شوفوا هالإصرار تبعه 1000 مرة كيف نور البشرية كلها وغيرنا حياتنا. وطبعا هو توماس أديسون ما اخترع بس المصباح الكهربائي، في 1093 اختراع باسمه، كتير التلغراف ومحطة الطاقة الكهربائية، وفي يعني مئات الاختراعات باسمه. فكله هذا نتيجة الفكر الإيجابي تبعه وإصراره وقوة إرادته. نعم، يعني كثير من الأشخاص بيكون عندهم طاقة سلبية هي طاغية على طاقتهم الإيجابية، وفي كثير أشخاص بيمتلكوا طاقة إيجابية بس هن ما بيعرفوا إنه بيمتلكوها. اليوم نحن كيف فينا هيك نرمم طاقتنا الإيجابية الموجودة عنا وتخليها تطغى على الطاقة السلبية لحتى هيك نصير بيومنا وبحياتنا ونتخطى الهموم والمشاكل يلي عم نمرق فيها؟ هلا هون على هذا الكلام بيوصلنا لانواع التفكير الايجابي. في له انواع كثير، كل نوع منه بيعطينا فائده بحياتنا ليخلصنا من هي الهموم اللي عم تسالي عنها حضرتك. فالاول نوع هو التفكير الرقابي. فالانسان دائما بتيجي على ذهنه وعلى عقله افكار متعدده، في شيء سلبي وفي شيء ايجابي. فالإنسان لازم يمارس رقابة ذاتية على حاله وعلى فكره وعلى ذهنه، يبعد عنه الأفكار السلبية اللي هي اليأس والإحباط والملل والتشاؤم.
كيف؟ يعني هلا كل الناس عم تتابعنا بتقول هذا الحكي كثير حلو. انا بطريقه ايجابيه وابعد عن الافكار السلبيه ومصر بالظروف بدي عصا سحري. فعليا كثير من الناس متعبه اليوم نفسيا وعندها ضغوطات اجتماعيه نوعا ما، تقدر تحفز تفكيرك الايجابي. مزبوط. فانا بعد ما مارس حاول يعني ركز على الايجابي في تفكير بعمل الخير مثل ما قلتي حضرتك. التفكير بعمل الخير هو من اكثر الانواع اللي بتسبب لنا السعاده وبتخلينا ننتصر على الهموم تبعنا. فعمل الخير هذا قد يكون عمل صغير او عمل مادي او معنوي، ممكن مثلا نقدم خدمه لانسان او لحيوان، لقطه ممكن طعميه، لنبته قصقيه، يعني اسره ساعدها. اي عمل خير هو من اهم اسباب الانتصار على الهموم الحياة وتحقيق السعادة وإفراز هرمونات السعادة عند الإنسان، الدوبامين وغيره، السيروتونين وغيره من هرمونات السعادة تنفرز لما الإنسان يفكر بالأشياء العمل الخير ويعمله وينفذه بالواقع. هلأ في عنا ممارسة الشكر والامتنان للنعم اللي الله عز وجل عطانا اياها، هي كمان اسلوب ثاني من اساليب التفكير الايجابي اللي بتشعرنا بالسعاده، انه نحن نحس بالنعم اللي الله عطانا اياها. صح الهموم كثيره ومشاكل كثيره وعند الناس كلها وحتى بالعالم كله، يعني مو بس بلدنا، بس الانسان من اساليب السعاده تحقيق السعاده عنده انه يعدد النعم ما يعدد الهموم. فنحن نحس بالصحه اللي الله عز وجل عطانا اياها، نحس بالامن اللي الله عز وجل اكرمنا فيه، نحس بالاهل اللي بنحبهم، نحس بملايين النعم اللي ما بتحصى. فتعديد وتذكر هالنعم هي كمان من اهم اساليب الفكاهه. الضحك والفكاهه كمان من اهم اساليب الانتصار على هموم الحياه وتخدم خطا. فكمان التفكير الفكاهي الانسان يلجأ للمزحه الحلوه، للفكاهه اللطيفه اللي هرمونات مضحك بشيء بيضحكنا. فهي من الشغلات اللي يعني كثير اللي يعني من انواع التفكير الايجابي اللي بتخلينا بدنا الغاز قليل لتأمنه، البنزين صعب إلى ما آخره يعني، وهموم الأولاد والبيت والمدارس والتعليم والهموم عم تركبنا ركب مفوت على البيت. كل فرد من الأسرة عم ينقل همه ومشاكله بهذا البيت. خلينا هيك نحكي، تعلمنا شوي ذكرت، ولكن خلينا هيك نحكي خطوات أساسية فينا نحن يمكن نمتص ونعطي الشيء الجميل المشرق من كل. الأم بتعطي شيء، الولد لازم يعطي شيء، كيف فينا ندرب حالنا للإعطاء؟ هلأ شوفي لقلك، دائما الإنسان يحاول مشان يقدر يبعد هالأفكار السلبية عنه وينجح بحياته ويتغلب على مشاكله كلها والهموم اللي عديتي حضرتك مزبوطة أكيد. بس الإنسان اللي إرادته قوية وعنده أفكار وإيجابية، يعني شو بدي أقول لك، ينقل الجبال ما بإرادته، مثل تعمل آلة ممكن نحن بنقدر نخلق. هلا شلون بدك خطوات عمليه؟ انا بقول لك شلون. اول شيء لازم نحن عشان نخلص من الافكار السلبيه وننتصر، طبعا نحن هالتخلص من الافكار السلبيه بهدف في إلى اهداف، فاهدافنا نحن طبعا تحقيق الصحه النفسيه، تحقيق السعاده، الانتصار على
مشاكلنا، حل مشاكلنا المتعددة اللي مثل ما قلتي عم تحملنا هموم كبيرة. فنحن شلون نتخلص منها؟ أول أو من أهم الخطوات هو أنه نبعد هالأفكار السلبية عنا بالابتعاد عن أصحابها ومصادرها. شو مصادرها الأفكار السلبية؟ أحيانا بتكون إنسان، في بعض الأصدقاء بتلاقي متشائمين وسلبيين وبيسودوا الحياة بوشنا، فلازم نبعد عن الأصدقاء المتشائمين واللي بيحملوا أفكار سلبية، فنبعد عنهم، نبعد عن البرامج، عن وسائل التواصل الاجتماعي. في بعض البرامج مثلا بتزرع أفكار سلبية وسيئة مضرة، مثلا مثل الألعاب اللي بتحض على العنف، والببجي والغيره والحوت الأزرق ومدري شو، بيعملوا تشاؤم وانتحار وقصص ومشاكل كتير، وفي كتير بلاد منعتها، يعني حتى في كتير من البلاد منعت هالألعاب. ولازم نحذر الأبنائنا وحالنا أنه نحن ننجر لهالبرامج المضرة اللي بتزرع أفكار العنف والضرب والقتل بأبنائنا وبأولادنا. فنحن نبعد مثلا عن الكتب، في كتب، بعض الكتب الضارة اللي كمان مثلا بعض المصادر الثقافية ممكن تضر، تحمل أفكار سلبية. فنحن لازم نتجه بالعكس، نحاول نختلط بالناس الإيجابيين، مثلا العلماء، المثقفين، الناس، الأساتذة، المدرسين الواعيين اللي بيشجعونا، بيعطونا أفكار حلوة ومفيدة وإيجابية، بيعلمونا كيف ننجح بحياتنا، بيعلمونا على الصبر، بيعطونا قدوة حسنة بحياتنا، مشان نحن نعيش يعني حياة حلوة، نصبر على مشاكلنا ونحلها ونمر فيها بسلام. فهلأ نحن مهم كمان ننمي نفسنا. دائما الإنسان نعود أولادنا من هن صغار أنه ينموا مواهبهم. يعني مثلا الإنسان بينمي جسمه، بيقوي جسمه بلعب الرياضة. الرياضة هي اللي بتقوينا وبتعطينا قوة لجسمنا. فالإنسان بيقوي جسمه. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالإنسان مطلوب منه أنه يقوي حاله جسديا بالرياضة وبالنشاطات المفيدة وبالرقص بالهي، فينمي مواهبه الفنية مثلا بالموسيقى، بالرسم، بالأشياء الحلوة. ينمي مثلا عقله بالدراسة وبالعلم، يلجأ دائما، يحاول يطور حاله باللغات وبالدراسة وبالعلوم المختلفة اللي بتفيده وبتفيد المجتمع تبعه. فهالوسائل هدول التنمية كتير مهمة، وبتساعدنا لنبعد كل الأفكار السلبية عنا ونكون ناس ناجحين بحياتنا. مثل ما قالت حضرتها أنه نحن مهم كتير نبدأ كمان كل يوم نصحى الصبح، نبدأ بشكل متفائل حلو، نبدأ برياضة بتنشطنا، نبدأ بموسيقى حلوة بتهدينا وبتعطينا تفاؤل، نبدأ بشكر لله عز وجل بالصلاة حلوة. ممكن نقوم بعمليات تحفيز للتفكير من خلال كلمات منرددها بشكل يعني طبعاً. يعني أنت ممكن تكون صاير معك قصص كتير، دائماً بتحط راسك على المخدة، كل الأفكار السلبية بتجي ببالك. يعني يمكن نحن نوعاً ما عاطفيين زيادة العرب، فدائماً بتلاقي يعني بتذكر هي التفاصيل وبتأثر على نفسيتك. كيف فيني أنا أتخلص منها؟ يعني مثلاً في الصبح مثل ما قلت نحط موسيقى، كل هدول ممكن، بس في لازم يكون في صراع عندك بين التفكير طبعاً الإيجابي والتفكير السلبي. يعني بالدماغ بيكون هيك عم يحكوا مع بعض. فيني أنا كيف استغل هاي النقطة مثلا في الصبح، اعمل مثلا بعض الكلمات اقدر اقنع نفسي فيها رددها الصبح لاقدر اتعود؟ لانه نحن بنعرف اي عادة ممكن بدنا 40 يوم لنتخلص منها. فكيف اذا كان نمط حياة بالمجمل بسبب الضغوطات اليومية علينا؟ هلأ نحن يعني هاي الافكار مثل ما قلتي حضرتك مزبوط، بتجي على ذهننا كتير افكار سلبية وإيجابية. فالإنسان ذهنه مليء بالخليط، بهالكوكتيل من الأفكار. فبس الإنسان يعني دائما يحاول، الإنسان لحاله ضعيف، الإنسان يحاول يكون عنده ثقة بالله عز وجل. يعني في الصبح مثل ما قلتي ترديد بعض الكلمات، الشكر لله، الصلاة، بعض الموسيقى، بعض النشاطات الحلوة. الصلاة هي رياضة للجسم وللعقل وفيها ترديد كلمات إيجابية. ما في أحلى من الأفكار الله عز وجل لما تقولي، لما ليش بكل ركعة منقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني هي شكر، تعديد لهالمبادئ اللي قلناها
قبل شوي، فنحن عم نعدد، عم نحمد الله عز وجل على النعم الكثيره اللي اعطانا اياها، فنحن عم نركز ذهننا على الشغلات الايجابيه، والله عز وجل هو الرحمن الرحيم، فهو ارحم الراحمين، فهو يعني هذا بتعطينا طمأنينه بترديد هالكلمات الحلوة هي. يعني الله عز وجل ما فرض علينا الصلاة وترديد هالكلمات مشان يعذبنا، فرض علينا مشان يسعدنا ويخلصنا من الأفكار السلبية. فنحن لما نقول هالكلمات الحلوة هي فنحن عم نركز على هالكلمة، عم نبدأ يومنا بأحلى كلمات إن شاء الله يا رب هيك الأيام اللي جاية تكون كلها إيجابية، تكون كلها فيها طاقة حلوة، طاقة إيجابية ونعم على كل الناس. شكرا كثير لك. أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا، ومثل ما قلت يا رب هيك تكون دائما الطمأنينة والسلام مفتاح بقلوب كل الناس. شكرا كثير لك.